انت شاب ولا شابة؟ عندك ديبلوم ولا ما عندكش؟ وتتبحث على عمل او عندك فكرة مشروع وما عارفش منين تبدا؟ سير لمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العمل او الاقليم ديالك وغتلقى اللي يعاونك. بغيتي تعرف كيفاش؟ وتابع مزيان. اولا تيستقبلوك في المنصة اختصاصيا في الانصات والتوجيه، وتيديروا معاك مقابلات باش يعرفوك شنو باغي، شنو المؤهلات ديالك، وفين يمكن تعطي اكثر. من بعد هاد المرحلة ديال الانصات والتوجيه، إذا كنتي باغي تقلب على عمل، تيعاونك الاختصاصيين بمجموعة من الأمور. مثلا تيعطيوك تكوين باش تطور المهارات ديالك، وتتخدموا على السيفي باش يولي مزيان. تديروا انتروتيان، أي بحال مقابلة عمل، باش تكون واجد. ومن فوق هادشي كيعاونك باش تلقى عمل. وإذا كان عندك حس مقاولتي وعندك فكرة مشروع ولكن ما عارف منين تبدا، راه كاين اختصاصيين تيعاونوك باش تدرس المشروع ديالك وتقاد البيزنس بلان ودير خطة عمل ويعطيوك التقنيات في التدبير، ومن بعد تيعاونوك حتى باش تمول المشروع. وجزء من هاد التمويل يقدر يكون على شكل منحة من المبادرة تصل حتى ل 100,000 درهم، وتيواكبوك حتى من بعد ما تبدا لواحد المدة على حسب طبيعة المشروع. الهدف من هاد المنصة ديال المبادرة هو أن الشباب ديالنا فين ما كانوا يلقاو اللي يوقف معاهم ويكون في جنبهم حتى يعطيو أحسن ما عندهم. بلاتي فين غتمشي؟ باش تعرف فين جات منصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تابعة لفين كتسكن، زور الموقع www.ind.ma ولا سولونا في مواقع التواصل الاجتماعي ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيسبوك وانستغرام @indh_online. يلا ما تساينش، دير بحال اكثر من 100,000 شاب وشابة قبل منك ونتلاقاو في منصة الشباب.